الخير يا كل المشاهدين الأكارم، كل اللي بيتابعونا عبر أمسياتنا الفضائية لقناة النيل الأزرق. نحتفل اليوم مع النادي العائلي وصحيفة الدار بتكريم نجوم العام 2022، عدد من نجوم الفن والمجتمع والعديد من الفقرات المتنوعة. فقط تابعونا. أشوف جمال في الندى صابعني دار والنور يلوح من وجنتي والخضرة زانت شفتي صابعني ما بين الخميل ويتغنى في الرجا جميل يجدد زاهر حفة ومال طرف شافتا
مين بدلك ومين شال حنانك يا حنين خلانا راح خلاك وحيد في سكتك ليلك توسد بالجراح أعز في حزنك بالدموع أحلى طبيب لما استراح
كوكب هاري خلي الشباب يركب قصر الوكال ارحب يا لي عدي بينا وعدي بي وعدي بي يا ولا عدي بينا وعدي بينا 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 وهلا هيل 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 وهلا أن نحتفي بالمتميزين والمتفردين في شتى ضروب الإبداع الإنساني عبر سنوات وسنوات. ويسرنا في هذا العام أن يكون المتميزون لدينا مجموعة ضمت شتى أطياف المهن والمواهب. نحن سعداء أن يعني ننهض بهذه السمة لتكون ديدنا لشتى مؤسساتنا الثقافية والإعلامية، شتى مؤسسات المعرفة والحكمة والتنوير، في أن تبذل الشكر والعرفان لمن قدموا أداء متميزا ومتفردا. وأسمحوا لي صفة خاصة عقيد بدر الدين والأخ مقدم أشرف أن أتقدم إليكم بتحية خاصة، وأنتم تحتفلون في الرابع من ديسمبر بعيد الشرطة السودانية، هذه المؤسسة الوطنية الراسخة والعظيمة والتي ظلت تعطي لأكثر من 115 عاما هي عمر الشرطة السودانية عطاء متميزا ومتفردا.
وبسطت ركائز الأمن والسلام الاجتماعي ومنحتنا طقسا مسالما وآمنا في أن نبدع وفي أن نقدم لهذا الشعب العظيم العطاء، مستندين على بذلكم وجهدكم في أن يعم السلام والاستقرار والأمن والطمأنينة والرفاهية. فتحية خاصة لكم وعبركم لكل أفراد الشرطة السودانية. أساتذة الأجلاء، أخ الحبيب عوض أحمدان، لا أعرف بأي صفة أحييك لهذا الجمع الكريم. أنت أحد خزنة أسرار الأغنية السودانية، أحد المثقفين الكبار الذين ظل إسهامهم إسهاما وافرا في المنصات الأدبية، في المنتديات وفي الليالي الثقافية، وعرفناك بجهدك وبمشاركاتك وبعطائك السر. وهذا بخلاف أنك أحد الإذاعيين الكبار الذين أسروا وجدان هذه الأمة من خلال البرامج الإذاعية الكبيرة التي قدمتها عبر لسان الأمة، إذاعتنا الحبيبة هنا من درمان. فالمرء لا يرحب به في داره، وأنت يعني ملك هذه الدار. الأستاذ الكبير شاعرنا الكبير عبد الله النجيب شاعر العيون ظل على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان يقدم لنا الأغنيات النواضر والأغنيات البوازخ. هو أحد بناة وجدان الأمة السودانية، هو أحد الذين أسهموا إسهاما وافرا في النفوذ بالزائقة الجمعية للأمة السودانية من خلال أغنياته. أنا سعيد جدا بأنني أحد تلاميذ عبد الله النجيب، أنا وأبناء جيلي، أنا وتجاني حاج موسى وعبد الوهاب هلاوي وحسن السير وعزمي أحمد خليل وعشرات من الأبناء أو الأخوان الذين تفتغت براعي مواهبهم الشعرية في منتصف سبعينات القرن الماضي، ومنحوا هذا الشعب العظيم مجموعة من الأغنيات الباذخة، أغنيات النظيرة التي شكلت وجداني والتي ارتقت بذائقتي. نحن اتكأنا على تجربة جيل عظيم من الشعراء الكبار على رأسهم أستاذي الشاعر العظيم عبد الله النجيب. ارتقي بخمر الهوى أذكر حديث الغرام بشاط النيل التعين ارتشي بخمر الهوى نذكر حديث الغرام بشاط النيل السعيد قد سمعت دل الهوى قوم يا حبيبي نمر سوا خمينة والعالم نيام الروض حلا وبسم الزهر والبدر فيه أفق الدهر وضع اسمه في صرح النهر والقمر يحطب باهتمام من كل فن يبدأ ويعيد نشاط النيل السعيد بعد الجفا وطول النوى والفرق والشوق الصغام جفا لطيفك يا حبيبي انت السمير وانت الطبيب الفي ظلام يعمر ربيب انا عشقي لغيرك حرام فيك شعري يا روح القصيد نشاط النيل السعيد
وبعد الجفا وطول النوى والفرق والشوق السغام يا طاني طيفك يا حبيبي انت السمير وانت الطبيب. بزيارتك بيتنا نور والله نور كل نجينا جابت ناس وفايحة بسمع لمسة حلوة في عينينا والله سمحة لونا قمحة أبخي دودة يا حلاتي بحنينة يا حلاتة وحسنة عايحة مرة سارحة مرة نزلة فوق جبينة بيتنا نور بيتنا نور انت رسمك حاشا غيرك ما عرفنا وما هوينا سيبي قصفك بس معانا واعذرينا نحنا لسه ما روينا نظرات عيونك بيها نفرح وليها نشرح سر هوانا وما علينا كم حلفنا نعيش في قربك يا محبي زاد عمرنا الباقي لينا بيتنا نور بيتنا نور We'll be right back.
من صعب السرور وقتك من فهم النبي زاد الجمال ما بطيء داعي برعص الغربي وفي بنانا الصحفي والإعلامي والذي نال التكريم بجائزة التواصل والعطاء. مرحبا بكم ومبروك التكريم. أهلا بكم وأنتم مكرمين قبلنا بجهدكم بتغطياتكم بمصابرتكم بحضوركم الدائم. سعيد حقيقة كثير جدا وأفتكر ده حافز كبير جدا لي ولغيري يعني المعانا يتكرموا معانا واللي جاي من بعدنا يعني خلاصة إنه جرعات إيجابية ما في اثنين ثلاثة يعني. جرعات إيجابية كبيرة جدا أقول حاول بتاعت إيجابيات نحن الليلة أخذناها فإن شاء الله يعني يكون للمزيد من العطاء والمزيد من الجهد والمزيد من التألق 2022 الدار ذاته تشكر كثير جدا صحيفة الدار الظاهرة حميدة وممتازة جدا وحنينة يعني أنا أفتكر إنها تقييم للناس تقييم لغاري تقييم للصحيفة تقييم لنشاط إبداعي كبير جدا فنتمنى إن المسألة دي من كل الصحف تتواصل من كل القنوات من كل الإعلام ده حصاد عام كامل يعني وفي نجوم يعني فأنا أفتكر إنه في نجوم برضو هم خلف الكواليس حق الناس يدوم حقهم عندكم أنتم في التصوير عندكم أنتم في الإنتاج في الإخراج في غيره في المونتاج في كل الناس في الصحافة في المطبخ الصحفي فالمسألة طويلة وعريضة وعميقة
والشمس غابت هاي وين القمر طيب عين العضو صابت السبيح بين الشمس غابت القمر طيب عين العضو صابت السبيح بيب يا حبيب يا حبيب هاي ميعادنا حددنا كتبنا بايدنا انت قول لي بس في شنو عنا ساعات مواعيد هاي ميعادنا حددنا كتبنا بايدنا عامل كمان زعلان هاي مرادي بريدنا زعلك عيف ما خلاص سامحنا يا ريت الشمس غابت وينو القمر طير عين العضو صار بسدني 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 حتى الزهور فاحت فاحت بأشواقها خليتني قاعدة براي دموعي رقراق الشمس غابت وينو القمر طيب هين العطو صار عمدة يا حبيب يا حبيب يا حبيب
تحتاج مني إلى تعبير، فقط أقول لكل شرف المشاركة، هذه ليلة ستكون عالقة في الأذهان، ولما لا تكون، وهي من إبداعات صحيفة الدار، الصحيفة التي تربعت لسنوات عديدة على مقام الصحف كلها بالذات الاجتماعية. لذلك أي عمل تقف عليه صحيفة الدار فهو محفوف بالنجاح من كل الجوانب. هذا دليل طيب في زمان صعب أن تنبري إحدى المؤسسات لتقول للذين قدموا عطاء وافرا شكرا جزيلا في كافة المجالات. لذلك تستحق هذه الصحيفة والتحية لأسرتها فردا فردا، وتحية خاصة للأخ مبارك البلال، ونسأل الله أن ينعم عليه دوما بالصحة والعافية. انت نسيت ايام ما كنا نعيش نعيش الحب في عهده الاول، انت 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 نسيت ايام ما كنا نعيش الحب في عهده الاول. يا ما كتير كتير فكرنا يا اخي كنا بنحلم بالمستقبل، يا ما كتير كتير فكرنا يا اخي كنا بنحلم بالمستقبل. لكن فجأة بدأت تتنكر وعن وعن عريضتنا بقيت ما ابتسم، ما بتسأل وقلبك رغم طيب اللي فيه أنا بستغرب كيف يتبدل. يا أخي قلبك رغم طيب اللي فيه أنا بستغرب كيف يتبدل. أسأل نفسك فين عن إخلاص، أسأل نفسك فين
أحبابنا في كل مكان. دي كانت أمسياتنا عبر الفضاءات المسائية لقناة النيل الأزرق، ونحن نوثق لهذا الكرنفال الكبير والشراكة الذكية ما بين النادي العائلي وصحيفة الدار لتكريم مجموعة من نجوم الفن والمجتمع للعام 2022. بكده انتهت سهرتنا حتى الملتقى. تحياتي والفريق العامل، وفي أمان الله.